مش انا باش نعطي رايي في سونيان بارك. سونيان بارك ملي صغيره ناجحه، بقينا كاداره في مسرح كارتاج. هي صحيح متثقفه وملمه وتبارك الله مصلي على النبي، ثقافه موسيقيه كبيره، لكن نشوفوا ثم شويه، اذا مش برشا يعني، شويه ضعف في مسرح كارتاج. اللي صار كونه وقع تعيين ناس ربما ما عندهمش تجربه كافيه وشافيه وذافيه في الجانب الاداري، صح ناخذ الجانب الاداري، خاطر ما يكفيش كونك تكون فنان باش انت تاخذ مهرجان كارتاج، مش صحيح. وفما انفتاح اللي زاد هو مهم واللي هو غايب على المهرجان، مهرجان مسكر على روحه، فيه اربعه من الناس ماشي في بالهم هما معناها جابوا السيد من ودنهم. يا اخي هاكم تراو السيد وهاكم تراو في الودن تاع المهرجان، شكون يخرج في الخدمه الكل؟ خاطر لو كان عبدكم الحقير اللي وقع دعمتي ربما كنت نجم نزيد الكتاب هكا مجانيا، معناتها عمل تطوعي وطني. صحيح هما يخلصوا، معناتها اداره مهرجان كارتاج مديرها تاخذ 30 مليون، فهمتني؟باهتة البروغراماسيون ماهوش ارتجالية، البروغراماسيون تتم على مدار السنة، ثم قال راجل احنا راهو ما فماش انسان تعملش اعمالك الملحن اللي قال ما نسمع حتى شيء، نسمع على راديو ولا تلفزيون، معناتها منين الملحن فما جن قاعد يتوتر في وذنه، دونك ما تجيش الحكاية. احنا زادة فما عادات وفما سنن وفما تجارب صارت قبل فيها باس نقتدوا بها معناتها. مسرح 14 فيها وما فيها، فما حفلات عديت ناجحة عديت حلوة عندها وزنها باش تعمل لها كل هالقيمة هذيك ولا كل الدعاية ولا كل الناس اللي جات، صح تستاهل. أما مسرح كارتاج 2015 سمح، ولو سونيا مبارك راني نحبها ونعزها ونقدرها ونعرف قيمتها، أما نقول لها سامحني السنة مسرح كارتاج ماهوش مستوى سونيا مبارك. يزينا من البرمجه نتاع سالة قرطبة، انت قريب باش يطلع فيه تهور مهرجان كارتاج، نهار تلقى فيه خالد كفتيمة الحنان، قال شنو قال نعبيه، اش تعبي يا شوي؟ وباقي نقولها ونعاودها، اللي يحب يعبي كاستو يمشي يحل معمل نتاع يغرت ولا تجينات، ما يعملش مهرجان. الثقافة ماهيش تعبي الكاس، ماهيش الواج راهو باش تروح معبي وتطلع معبي. أنا ما نجمش نقول يستحق ولا ما يستحقش، خاطر حاجة مش نتاعي، ماهوش نوعيتي. وحتى كان هو باهي ويشرع خارق العاده، راني انا مرومش النمط هذاك والنوعيه هذيك، فن ما نقولش به، واصلا ما نحبش نتصنتو من عندهم الكل الراب بصفه عامه. فما من ابسونس دو كرياسيون اي ابسونس ديماجيناسيون، غياب خيال. كونترا تو يكوع يعكز كونترا يفو ان سيرفيس جوريديك. مهرجان كارتاج كونترا يلزمكم بالتفاصيل المملة، كوبي كولي مدام زي ميسيو، شوفوا لي كونترا برا في المهرجانات الدولية، حتى نوع القهوة اللي يشربها الفنان تتكتب في الكونترا. قدام من واحد جايين، قدام من المرأة، قدام من الراجل، اش يعملوا بالضبط؟ الدرو دوتور برشا حاجات، هذه هي قاعد تنصيص عليها اللعب لا من مش اخر وقت يحك راسك انا ما يصورني حد. علاش في الصحافة التونسية على ذمتك مش مصورك حد؟ انت جاي مهرجان نتاعنا، فهمتني؟ شو الكلام هذا؟ صورك حد؟ دي فما قانون دولي ساعة كل ثلاث دقائق، هاكا توا تراجعوا ولا زعما ثلاث دقائق والريق هذاك. ثم انه فما احترام الرجال علينا، شو الكلام هذا؟ مش مبرمج في الكارتاج، عمره ما تعدى من الكارتاج. فهمتني؟ فنان مهم كما محمد رضا شجريان كنت نحكي لك عليه من ايران في الموسيقى الصوفيه، حاجه معناها اوروبيه لم يبرمج. ماذا بيا لو كان مسرح كارتاج يزدزي ماليه ادجل الساعه، ويا مرحبا بالبراني يا مرحبا بالضيف، ماناش ضده احنا، فما حاجات يلزمهم حاجه ذات ميزان باهي. نور الدين الباجي في العمر هذا وبعد هالسنين هذم الكل يعمل نور الدين الباجي حفله باش يجيو اربعه من الناس، عيب عيب كبير ياسر. كنت نحب نشوف نجاة عطايا، ما رتاش في مهرجان كارتاج، شفنا بها كراولي في مهرجان كارتاج، عندنا تبارك الله برشا اصوات، شهرزاد صلعن بي زادة عندها صوت عزيز وغالي. ومسرحيات يسرى، يسرى عليه
علاش الشرقيين يقولوا لها انت قبل ما تغني النجمه في تونس في بلادك، وانت تونس ما رضيتهاش نجمه يسرى. عليه يا اخي اللي جبتها تغني خير من يسرى. يسرى كي تقولها في كرتاج زعزع.